هنالك تبادل السلطة السلمي بطريقة عالية الجناب أو بعالية المستوى. لماذا اعتقال نائب حصنه الدستور وأقر في تحصينه في المادة 63 ثانيا باء لا يجوز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة؟ لماذا يتم اعتقاله بطريقة بوليسية، يتم في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ثم يعدم أخوه، ثم يقتل من هو موجود معه من حماية؟ هنالك عدة تساؤلات. يعني التساؤل الأول، لماذا هذا التوقيت بالذات في رفع الاعتصامات أو في رفع الخيام المعتصمين؟ ثانيا، لماذا أحمد العلواني يعتقل بهذه الطريقة وبطريقة يعني مشينة وهو عضو قائم في العملية السياسية؟ طيب لماذا الصحراء وتنظيم القاعدة، إذا كان تنظيم القاعدة موجود فتنظيم القاعدة تم قتله من قبل عشائر أهل العراق في سنة 2009. في سنة 2009 لا أمريكا ولا الحكومة العراقية استطاعت أن تقضي على تنظيم القاعدة في العراق، ولكن العشائر هم من عملوا الصحوات أنذاك وقاموا بقتل تنظيم القاعدة وطردهم من الأنبار، بل من صحراء الأنبار بأجمعها. هنا تساؤلات كثيرة، ولكن قبل الخوض في هذه التساؤلات، يعني يتبادر في ذهني تساؤل كبير ومهم على ما يحصل في الدول العربية عامة. من الذي خول رؤساء الدول العربية أو الرؤساء اللي موجودين الآن في قتل شعوبهم؟ ما هو القانون السماوي أو القانون الأرضي أن يقوموا بعملية إبادة حقيقية لأفراد الشعب سواء عراقي أو سوري أو كائن من يكون؟ من الذي أعطاهم هذا التخويل؟ هل هو تخويل رباني أم هم زي مثل اللي قال أبو سليمان القرمطي عندما صعد على ظهر الكعبة وقال أنا الله والله أنا، أنت البادي وأنا الفاني، فقتل 30,000 من أفراد الشعب؟ من الذي خول لكم القتل بهذه الطريقة؟ ولماذا تساق الشعوب بهذه الهمجية؟ نحن نقول عملية ديمقراطية، نحن نريد أن نصل بشعوبنا إلى المستوى الراقي. طيب هل من المستوى، ألا ترى أن هناك مغزى للتزامن بين ما يجري من قلاق الفراق وما يجري في لبنان أو في سوريا؟ يعني البعض ينظر إلى ما يجري في هذه الدول الثلاث على وجه التحديد بأن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تحكمها، يعني حتى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كان قد أعلن مسؤوليته عن العملية التي كانت قد وقعت في الضحية الجنوبية في لبنان. هل ترى يعني أهمية لهذا التزامن أو لإثارة روابط مشتركة من استهداف قوى الإرهاب الظلامية للكثير من الدول العربية، وربما هو هذا السبب الرئيسي لوقوف دول أخرى وقفة صارمة إذا ما يجري حاليا في العراق؟ أنا أعتقد ست ريهام هو سؤال مهم جدا اللي طرحتيه جنرال، وهو الإجابة، بس خلينا نعرف إذا كانت داعش، من داعش؟ من الذي أسس داعش؟ أين تأسست داعش؟ داعش اللي هي اسمها الدولة الإسلامية في العراق والشام، تم تأسيس هذه داعش من قبل إيران وسوريا، ثم أزهقوها في العراق لعملية قتل العراقيين أو لعملية الخلاص من التنظيمات المسلحة والمقاومة أنذاك في عملية مهمة داخلية. أنت تتقاتل معي في لباسي فيختلط علي الألوان، بل الحكومة العراقية هي من كانت في سنة 2009 تتهم سوريا علما، وتم قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين بسبب داعش وبسبب تنظيم القاعدة، ومتهمة سوريا على أنها تصدر التنظيمات العسكرية والتنظيمات المسلحة وتنظيمات القاعدة وتدريبهم وتسليحهم في سوريا ثم يذهبون إلى العراق. لماذا الآن وهذا السؤال المهم، عندما يكون هنالك تنظيم عسكري أنا قاتلت وحاربت، تأتي أنت وتقاتلني وتذبحني وتقتل أبناء بلدي وأبناء شعبي بعذر أنت من نفيته سلفا؟ نحن نقول تنظيم القاعدة سواء كان تنظيم القاعدة أو داعش هو صنيعة أمريكا وإيران وسوريا، وجلبوا من أرض سوريا على أرض العراق لكي يقتلوا فيه أهل الأنبار.
وإذا كان هنالك هذا التنظيم موجود، لماذا من سنة 2006 لحد الآن لم تكون هنالك عمليات عسكرية ضد هذا التنظيم؟ طيب أنا في 2009 قاتلت وقضيت عليه ثم ذهب، لماذا تأتي أنت بنفس الأحجية وبنفس الحجة تقاتل تنظيم القاعدة على أرض الأنبار؟ ما رأيك في من يقولون أن تأجيل الانتخابات هو يعني الوسيلة الذهبية لكي ينفرد المالكي بالحكم، لأنه يعني فعليا لا يوجد برلمان، الرئيس العراقي هو يكاد يكون غير متواجد لأنه في رحلة علاج طويلة، وبالتأكيد ذلك سوف يطلق العنان لكي ينفرد بالسلطة نوري المالكي؟ يعني هل ترى أيضا أن ربما هذا يمكن أن يرجع بشكل أو بآخر لما يثار حاليا من اضطرابات في العراق؟ بالضبط، أنا أعتقد هي عملية انقلاب عسكري على العملية السياسية، يعني هذا أحد السيناريوهات اللي مطروحة. عندما كانت هنالك انتخابات 2013-12 في موضوع مجالس الانتخابات، نزلت نسبة أو الكيرب المالكي أو دولة القانون إلى نسبة 20% في المشاركة، فلا بد من إثارة أزمة جديدة وإثارة أزمة حديثة كي ترفع النسبة الطائفية إلى أبعد حدود، حتى يصطف معه الطائفيون، حتى تكون هنالك نسبة عالية في المشاركة إن كانت هنالك مشاركة، أو إذا كانت هنالك عملية سياسية بعد الذي حصل. نحن نقول بشكل واضح وصريح، الشعب العراقي يريد من بعد الفوضى ومن بعد الذبح ومن بعد القتل ومن بعد القضاء على أكثر من 1,300,000 عراقي، 1,300,000 عراقي حسب الإحصائيات الدولية قتل من الشعب العراقي، يريد أن يرتاح في عملية سياسية ينتخب من هم يمثلونه، ينتخب من هم الأفضل، من هم يقومون بالخدمات. 650 مليار دولار من سنة 2003 ولحد الآن لم يعرف الشعب العراقي أين ذهبت، يبنى وتعمر أوطان بقدر العراق 10 مرات وبأكثر من 10 نفوس العراق بهذه الأموال. اسمح لي أبقى مع الأنبار لأن ما يجري فيها بالفعل على قدر كبير من الأهمية، ومعي الدكتور سليم الدليمي الباحث والسياسي من محافظة الأنبار. دكتور سليم، بعد تحية، يعني ما الذي يستوقفك حقيقة وما قدر الخطورة والأهمية التي ينطوي عليها ما يجري في الأنبار حاليا؟ مساء الخير سيدتي. مساء الخير، أحييك وأحيي ضيفك الكريم الأنبار، وأحيي أهل مصر الكنانة، مصر البطولة، مصنع الرجال، وأقول بعد الاتكال على الله إن ما يجري في الأنبار هو محاولة لجر العراق إلى حرب طائفية لا يمكن أن يعرف أحد نهايتها، إلى أين ستنتهي؟ بدايتها ممكن أن تشتعل في الأنبار ولكن لا أحد يمكنه أن يطفئها. ما يجري في الأنبار اليوم يا سيدتي عبارة عن حرب طائفية من قبل سلطة انفرد بها المالكي بدعم إيراني أمريكي مطلق. وأنا أتكلم معك من الأنبار اليوم، والقصف العشوائي يشمل عدة مناطق في محافظة الأنبار، الدبابات والمدفعية والهاونات تقصف البيوت الآمنة، وعدد القتلى يتزايد والعالم يتفرج، وكأنما يجري عبارة عن فيلم يعرض على شاشات التلفاز. أقول أن ما يجري في الأنبار اليوم هو انذار شؤم بالنسبة للمالكي والحكومتي. الثوار في الأنبار بعد أن انتظروا كل هذه الفترة الطويلة منذ عام ونيف وهم يتظاهرون بشكل سلمي حضاري كفله الدستور في مواده 38 و46 التي تؤكد على أن من حق الإنسان العراقي الحر أن يتظاهر ويعبر سلميا ويعبر عن رأيه بالطرق الحضارية، وهكذا خرجوا منذ عام بمطالب لخصوها ليس فيها شيء لا يمكن تطبيقه وليس فيها مستحيل. كل مطالبهم هي المشاركة في السلطة بالشكل الذي كفله الدستور، انهاء عمليات التهميش والاقصاء، انهاء عمليات الاعتقال العشوائي بدون مذكرات اعتقال، انهاء عمليات الاعدام التي سجل العراق الرقم 1 في سجل حالات الاعدام كما اكدتها هيومن رايتس ووتش،
والمنظمات الدولية الأخرى واعتراضات العالم المتحدة كلها تتكلم عن انتهاكات كبيرة في السجون للعراقيين عموما وأهل السنة بشكل خاص، لأن أهل السنة في السجون يشكلون ما نسبة. ولكن هل يختزل ما يجري في الأنبار وربما ما يجري في الرمادي وفي الفلوجة وغيرها من المدن والمحافظات العراقية للممارسات الطائفية لنوري المالكي أو لأطراف إقليمية وخارجية تسعى لإحداث هذه الفتنة لكي يتعاظم دورها في العراق، أم أن الأمر يمكن أن يكون مرتبطا بأشياء أخرى؟ يا سيدتي، ما يجري في الأنبار اليوم هو عملية لجر العراق إلى حرب طائفية. هذا الرجل الذي يمسك بالسلطة هو وزير الدفاع، هو وزير داخلية، هو وزير أمن وطني، هو مدير المخابرات، يملك كل شيء. البرلمان مثل ما تكرم ضيفك الأستاذ قال أن البرلمان معطل، البرلمان فعلا معطل، لا يمكنه أن يفعل أي شيء. أو بالمناسبة أقول لك اليوم المالكي قام بتفعيل 24. هل من وجهة نظركم يبحث المالكي عن حجة وجيهة لتأجيل الانتخابات وبالتالي ينفرد بحكم العراق في هذه المرحلة؟ والله هذا وارد، ولكن الأهم من هذا أن ما يقول به المالكي هو تعبير عن سياسة منهجة لعملية إبادة كاملة لأهل السنة والجماعة في العراق. نعم. هذه قضية التبرير اللي نعطيه للمالكي. أخيرا لضيق الوقت دكتور سليم، أتوقف معك في ما ترتئي من المواقف الأمريكية، يعني كيف تنظر إليها خاصة وأن ربما الأنبار على وجه التحديد كانت الولايات المتحدة تحمل لها عقدة لأنها خسرت حوالي 1300 من جنودها أثناء الغزو الأمريكي للعراق، هل هي تستخدم الأنبار هذه المرة للحفاظ على مصالحها أو لاستعادة السيطرة بطريق غير الاحتلال المباشر على العراق؟ لا يا سيدتي، الأمريكان لديهم ثار مع الأنبار، ثلثا قتل الجنود الامريكان قتلوا في الانبار. امريكا الان تمد المالكي بالمال والسلاح والمعلومات الاستخباريه وما كشفته الصحفه الامريكيه قبل يومين عن مشاركه طائرات الاستطلاع لتزويد المالكي وقواته بالصور الجويه اللي ساعدت في تنفيذ ضربات ثوار الانبار اليوم. الولايات المتحده الان تريد ان تجعل من الانبار